الاتصال ونرفع شارة الاتصال للمعتقل تحية ونرفع شارة الزيرو متابعين جرائد الاطلاع على الناس اللي التحقوا بنا حاليا كنتواجدوا مباشره من مدينه الرباط وبالضبط من امام شارع محمد الخامس يعني الوجهه ديال مواطنين وجمعيات حقوقيه وكذلك محامون و يعني كلشي كيمدد لها لغلاء الاسعار يعني كنشوفوا بان المئات ما نقولوش المئات نقولوا الالاف ديال المواطنين اللي خارجين في هذه اللحظات هذه متابعين جرائد الاطلاع كنعتذروا على الانقطاعات المتكرره لهذا البث المباشر الخارج عن ارادتنا متتبعين على جلسة صوت العدالة يعني نحتاجوا انكم تبارطاجيو هذا اللايف حتى لا ينقطع البث المباشر. متابعينا جريدة الاطلاع على الناس اللي التحقوا بنا حاليا كنتواجدوا مباشره من باب الاحاد. هذه المسيره كانت موجهه يعني مسيره حاشده للمواطنين ومحامون وكذلك جمعيات مجتمع مدني واحزاب يعني كنشوفوا احزاب اللي كانوا في المعارضه هما كيتواجدوا في هذه المسيره هذه. متابعينا جريدة الاطلاع على حاولنا اننا نقول لكم الصوره كامله يعني من راس الشارع حتى الاخر يعني كما جاء على الاعلام ديالنا بان المواطن يعني كاينين المئات ماشي المئات الالاف
ديال المتظاهرين في هذه الحاله. متتبعنا جلسه صوت العداله، بقاو معنا، ما تمشيوش بعيد في هذا اللايف باش تعرفوا اشنو الواقع. عزري صوت العدالة، قول لي سبب التواجد ديالكم ومنين جيتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرواني توفيق، 47 سنة، قاطن بدور المبارك بن مسكين، ضحية إقصاء وتهميش من عملية الإدماج ديالنا المشروع ديال إعادة إسكان دور الصفيح اللي فتح أصول السيد عامل مدينة كنات. طبعا عضو لجنة السكن اللي تأسست محليا. المسيرة ديالنا النضالية والوقفات ديالنا استمرت على المستوى الاقليمي مدينه كويطر لمده تقريبا اكثر من جوج شهور، من بعد ما زادنا انذارات ديال الافراط عن طريق واحد الدعوه اللي هي عن طريق المحكمه اللي قامت بها اللجنه المسلمه على المشروع ديال الافراط. وهذه الدعوه تخص 1200 اسره، يعني 1200 اسره، راه المشكل خطير جدا، ليس مشكل عابر سبيل، هذا راه مشكل غادي يصير الدوله المغربيه، لان تشوفوا بان هاد الناس انتهازيين مسؤولين على مستوى المدينه الكونيطره اللي تيسيروا هاد السياده، راه تيتحملوا مسؤوليه، غادا تبقى كارثه. طيب حضرنا 14 مخلوق كونيطره، اليوم جينا باش نوصلوا صوتنا للجهات المركزيه على مستوى مدينه الرباط باش يتحملوا تمام جزء من المسؤوليه. وطبعا نتمنى يقولوا لنا بان معكم نساء كبار في السن، يعني تحملوا المعاناه ديال هاد التنقل ديالكم. اخي كريم، انا تنتمنى انتم كصحافه اولا تنتقلوا على المكان، لانه والله وجيتوا وعملتوا يعني جرح ديال المنطقه ومعاينه المنطقه، كونوا متكتلين راه غادي تلقى واحد الكارثه انسانيه خطيره، لا من ناحيه المعايشه، لان الناس عايشه غير بالنهاره، واليوم هذيك البراكه اللي عندنا بغي يسردونا منها دون واجب قانون. واش عباد الله سيدنا الله ينصرو عطانا الحق في السكن، تيقول لهم هاد الناس نصفوهم وانتم غتحكموا عنا بالافراغ بايسو سيدنا، كيف يعقل؟ الملف عرض التلاعب والتلاعبات، اعرف قضايا خطيره، عندنا ملفات خطيره، لا من يحرك لا من انه يبغى ينقص معنا الملف. على المستوى المحلي كاين انتهاكات، كاين ناس اللي داو قاعي ما عندهمش، كاين ناس منتخبون استافدوا هما والعائلات ديالهم دون ولا واجب حق، ناس احسن تيهضروا على 2010 عباد الله، واليوم احنا في 2023 وفي يا عمران 23 سنه دازت، الناس خصصوا 2010 بفعل فاعل، كانت مقارنه، كانت اختلالات اسم الدوافع ديالها كانت ما بين السياسه والمال، بمعنى الناس تقصات بشكل مباشر. درنا شكايات من 2010، اي مسؤول تيقول خويا انت ساكن معاك قام معاك تنجيو عندك، اليوم ملي جاو عندنا جابوا لنا استدعاءات المحكمه باش يدعونا بالافراغ، حنا يد وحده هاد الاسره تشوفوهم، الناس المسؤولين على المستوى المركزيه يعرفوا، اليوم راه ما جينا المركزيه الا ولا لقينا الابواب السوداء على المستوى المحلي قمة قنيطرة، راه ما تنرجعو، شوف راه ما عرفتوش، ما تنرجعو، منتظرونا، وراه ما عرفتوش راه حقنا نهائيا. سلموا سلموا سلموا. أنا في مباشر أنا صوت العدالة. متتبعنا زاد صوت العدالة كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات، هذه المسيرة هذه يعني فيها جمعية المجتمع المدني، يعني فيها بزاف ديال الناس اللي خارجين، كاينين محامون، كاينين هيئات أحزاب سياسية كذلك. متتبعنا زاد صوت العدالة، بقاو معنا في هذا البث المباشر، ما تمشوش بعيد، هذه الوجهة يعني ديالهم كنشوفوا أنهم متوجهين حاليا إلى البرلمان. Yeah.
متابعينا جريدة صوت العدالة، كما كتشوفوا معنا هذه وقفة ماشي نقولوا وقفة، مسيرة حاشدة للمواطنين وجمعيات مجتمع مدني وكذلك محامون وأحزاب سياسية اللي كيتواجدوا بدل، يعني كنشوفوا بأن أحزاب يعني كيشاركوا كل شيء كاين استدلال لغلاء الأسعار في مسيرة يعني بها كيتواجد بها الآلاف ديال المواطنين. متابعينا عجلة صوت العدالة، حاولنا أن ننقل لكم الصوت والصورة كما هي من جميع الاتجاهات، يعني كنطلقنا من الشارع لتحت حتى الفوق. كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والكفيف يعني حتى هما كيتواجدوا بهذه الوقفة هذه. يعني كيتواجدوا حاليا امام البرلمان، غادي ننطلقوا. Thank you.
نتاع المباشر خلينا نشوفوا لك القفاع شنو كتقصد بها بالضبط. تفضل. التعبير ديال هذا القفاع هو واضح جدا انه تعبير على الشعب انه تقهر وانه يعني مؤثر من هذا الغلاء اللي كيعيش فيه الان. صراحه الحكومه والدوله اللي كانت مسؤوله على هذا الشعب هذا خصها راعي القدره الشرائيه ديال الانسان اللي ربما عاد يكون كاين الناس اللي هما مرفهين ولكن كاين الناس اللي هما شويه ماشي تما. صراحه هما مسؤولين خصهم يتقوا الله في الشعب هذا ويتقوا الله في النساء سواء الارامل بزاف الناس ديال المخورين. خص الدوله بما انها تحملت المسؤوليه ديال هاد الامه كامله خصها تكون على العاتق ديالها، خصها تعرف انه على العاتق ديالها الرقاب ديال هاد الامه كامله. الا ما تجاوبتش مع 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 المطالب ديال الناس وتراعي يعني القدره ديالهم الشرائيه فما شنو هو الحكومه؟ شنو هو انسان كيحكم؟ يعني ما غاديش يعني وسيله ديال الاحتجاج ديالك انت حاليا امام البرلمان هي القفه ديالك، يعني كما كتشوفوا يعني خص القفه تعمر. بطبيعه الحال لانه هذه القفه هذا هو اكبر تعبير على الغلاء، الغلاء يعني القفه مقلوبه، راه الا شتيها مقلوبه لتحت بمعنى راها غاديه للحضيض. وهذا هذا واحد الميساج للحكومه والمسؤولين في هذه البلاد انهم يراعيوا هذا الشعب هذا والقدره الشرائيه ديالو، لانه كاين واحد الطبقه كبيره بزاف من الناس اللي كتعاني بزاف من هذا من هذا الغلاء هذا صراحه بالمقارنه مع العالم. شكرا. شكرا بزاف. متابعينا جلاله الصوت العداله كما كتشوفوا معنا احنا الان كنتواجدوا امام البرلمان بشارع محمد الخامس. يعني كشنا واحد المواطن اللي جاب القفه مقلوبه، يعني كيحتاج بالقفه مقلوبه ما قدرش يعمرها كما جا اللسان ديالو. متابعينا جلاله الصوت العداله ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا في هذا البث المباشر، حنا مستمرين في تغطيه هذا الحدث. يعني متابعينا جلاله الصوت العداله كنشوفوا حاليا تدخل القوات العموميه في هذه اللحظات هذا، يعني كتامن الطريق. الميدان
الرباط والرفاق الخوات والاخوان، كلمه ختاميه شكون سباب نيجيريا؟ المافيا المخزانية، المافيا المخزانية، المافيا المخزانية، المباشر صوت العدالة. قلنا شنو حتى السبب تواجد ديالك؟ تحية نضالية لجميع شرفاء هذا الوطن. نحن اليوم ننظم هذه المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء الذي تعرفه الذي يعرفه الوطن بسبب المافيا المخزنية التي قامت بقهر هذا الشعب، والكلمة حتما ستكون للشعب المغربي الذي سيقول كلمته طال الزمان أم قصر. وتحية نضالية للجميع. شكرا. يعني الزميل ديالنا كما كتشوف حنا حاليا كتواجدوا مباشره من مدينه الرباط، وهذه كانت وقفه ديالنا كما كنشوفوا مواطنين وجمعيه المجتمع المدني، وكانوا فيها كذلك احزاب سياسيه. كذلك شفنا في هذه المسيره هذو كانوا محامون وكل شيء كان يندد يعني لا لغلاء الاسعار. متتبعين جرد صوت العداله ما تمشوش معايا، خليكم معنا في هذا البث المباشر، حنا مستمرين في التغطيه صوت وصوره. تفضل الزميل ديالنا. الشعب الكريم، الشعب الكريم، ويحكم الهزيمة، ويحكم الهزيمة، ودعوا الشعب الكريم، ودعوا الشعب الكريم، من الرياض الريبة، من الرياض الريبة، وقفوا عند حدود الضباط،
لقطات اليوم يا هو وزير الكفاح
مرتقبات خلاصية لفتاة القضية معتقلات خلاصية لتنازل في القضية معتقلات خلاصية والصهيون بركات إليكم أرجوكم إليكم كلمة الكلمة الختامية للمسيرة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية على استحضار رفيق يوسف رشيد الكلمة الختامية تحية الصمود تحية الوفاء تحية النضال كل مناضلات المناضلين مواطنات المواطنين اللي استجبوا للدعوة ديال الجبهة الاجتماعية المغربية للحضور في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية من بعد ما ضمن وقفات احتجاجية على المستوى الوطني وكذلك سننظم معارك نضالية أخرى اليوم جينا باش نحتجوا جميعا ضد الغلاء ضد القهر وضد القمع ضد الغلاء اللي رغم ذهاب حكومات وجه حكومات أخرى ولكن السياسات نفسها سياسات لها طابع استراتيجي لهدفها وخلفيتها نيوليبرالية متوحشة خلفيتها هو الدم ديال الرأسمال الريعي الاحتكاري اللي في بلادنا ديال المضاربين بالمقابل جوع ديال المواطنات والمواطنين فقر ديال المغاربة اليوم أكثر من 3,200,000 مغربي سنتين أصبحوا فقراء اليوم الفوارق الاجتماعية والمجالية تتسع يوما بعد يوم اليوم كاين القهر وكاين كذلك القمع إلى سبب اليوم اللي كتب تدوينة تتم متابعته اللي خرج طالب بمطلب كيتحكم بعشرين سنة اليوم كاين تضييق على كل أشكال ديال التعبير عن الرأي على كل أشكال الاحتجاج هادشي ما يمكنش نقبلوه بلادنا ما يمكنش نسمحوا به هذا الشعب المغربي هذا الشعب المغربي الذي سالت دماؤه دفاعا عن الوطن الذي سالت دماؤه لتحرير الوطن ما يمكنش الشعب المغربي انه يقبل انه يعيش في الدنيا اللي بغاو يعيشونا فيه اليوم اليوم خرجنا للاحتجاج وسنستمر في الاحتجاج سنستمر في الاحتجاج ضد حكومه اللي كتجسد زواج المال بالسلطه اليوم للاسف الباترونا ولاو كيحكموا بشكل مباشر كينفذوا سياساتهم بشكل مباشر اليوم اجراءات ضريبيه في قانون الماليه غير مسبوقه بالمقابل الاف ديال العمال اللي فقدوا العمل ديالهم نتيجه الجائحه ديال كورونا نسبه البطاله اللي بلغات اكثر من 16% في المجال الحضاري وكتجي اليوم الازمه التضخميه كيبغيو يقنعونا بان الغلاء اللي كنعيشوه هو ناتج على التضخم اللي كاين في الخارج ولكن في الواقع اليوم كنعيشوا تمظهر ديال الاستغلال ديال الازمات ديال مجموعه من الناس اللي راكبوا الطروات واللي كيتاجروا في الازمات اليوم كنأكدوا بان الجبهه الاجتماعيه احتجت اليوم ومازال غتحتج وما غنسكتوش وغنبقاو في الشارع وغنسمعوا صوتنا في الشارع بقوه ضد السياسات الحكوميه لا شعبيه ولا ديمقراطيه اليوم حنا الصوت ديال العمال حنا الصوت ديال المقهورين حنا الصوت ديال كل الفئات اللي كتعاني من السياسات العموميه اللي كتعاني من القهر اللي كتعاني من الاستبداد الذي يرعى الفساد في بلادنا المراقبه المحاسبه واش حنا في غابه واش حنا في غابه المراقبه المحاسبه واش حنا في غابه إذا كانت المؤسسات اللي للأسف كتفرزها انتخابات دائما فيها الفساد والإفساد فاليوم المراقبة والمحاسبة غتكون محاسبة شعبية الشارع المناضلات والمناضلين المواطنات والمواطنين اللي كيعانيو من القهر وكيعانيو من الاستغلال ما بقاوش غادي يسكتوا خرجنا اليوم وغدا غنخرجوا في كل شوارع الوطن خرجنا اليوم في الرباط غدا في كل مدن المغرب سنخرج بصوت واحد بقوة لنعبر على أن المغاربة ما يمكنش يقبلوا بالوضع اليوم اللي بغاو يفرضوه علينا اليوم للأسف أنه
مجموعه من المناضلات والمناضلين لعبوا على راي، مجموعه من المدونين، مجموعه من الصحفيين راهم داخل السجون. هادشي ما يمكنش انه نقبلوه في المغرب ديال 2022، ما يمكنش انه يتم التراجع على هامش ضيق ديال الحريات اللي جابوه مناضلات ومناضلين بدمائهم بارواحهم. هاد الشعب المغربي قدم شهداء، هذا وطن الشهداء، ما يمكنش انه نقبلو بالتراجعات اللي كنعيشوها اليوم. اذن لا تنازل على القضية، لا تنازل على القضية، أخواتي إخواني. اليوم الشعب المغربي كيف ما خرج عبر الفرح ديالو، عبر الفرح ديالو بانتصار ديال المنتخب الوطني، غادي نخرجوا كذلك ونعبروا عن الغضب ديالنا، لأن ارتباطنا بالوطن وحبنا للوطن، لأننا كنبغيو هذا الوطن، ما يمكنش نقبلوا المأساة اللي كنعيشوا في هذا الوطن. سنستمر في الاحتجاج، سنستمر بتبني كل قضايا المواطنات والمواطنين. يحيى الوطن، يحيى الوطن، يحيى الوطن، يحيى الوطن، يحيى الوطن بالشهداء، يحيى الوطن بدهكان، يحيى الوطن بعمر، يحيى الوطن بالمهدي، يحيى الوطن بالمهدي. قلت بانه كل القضايا وضمنها قضيتنا الفلسطينيه قضيه وطنيه. الشعب المغربي كان دائما اول في الصناعه ديال الشعوب المدافعه عن القضيه الفلسطينيه. نرفض كل اشكال التطبيع، والمغاربه ما يمكنش يقبلوا التطبيع، وما يمكنش انهم تفرضوا تطبيع شعبي على المواطنين. سنستمر شعب واحد مش شعبين، وشعب واحد مش شعبين. سنستمر في النضال من اجل الحريات، الحريات العامة، الحريات النقابية، الحق في التعبير، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. اليوم الجبهات الاجتماعية اللي كتضم مجموعة من التنظيمات الديمقراطية، نقابية، جمعوية، حقوقية، سياسية، اللي كتشكل واحد الاطار وحدوي للنضال، سيشكل معبرا عن الشعب المغربي. سنخرجوا للشارع وغنخرجوا للشارع وغنستمروا في النضال، وتحية نضالية لكم جميعا اخواتي اخواني. وحدة وحدة يا احرار، وحدة وحدة يا احرار، الانتصار هذا الحياة، ولا بد ان يستجيب القضاء، ولا بد للليل ان ينجلي، ولا بد للخيط ان ينكسر. يا الشعب يوما اراد الحياه، ولا بد ان يستجيب القدر، ولا بد للليل ان ينجلي، ولا بد للخيط ان ينكسر. سينكسر الشعب سوف ينكسر. هلم للعز الأمم، قد جرت في روحنا الدماء، أموت ويحيى الوطن، يا حماة الحماة. هلم للعز الوطن، قد صرخت في روحنا الدماء. متابعينا لجنة صوت العدالة، كما كنتوا معنا في هذا البث المباشر، كنا مباشرة من مدينة الرباط وبالضبط من شارع محمد الخامس. يعني كانت هذه وقفة تنديد لغلاء الأسعار ومحروقات، يعني كانوا هناك يعني كنشوفوا مجتمع مدني وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين كانوا خارجين في هذه الوقفة. متابعينا لجنة صوت العدالة، دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم في هذا البث المباشر مروان غناش.